النهارده زي ما حضرتك قلت، يمكن كنا حتى بنتكلم في الارقام القياسيه اللي حققها الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واحنا تقريبا من موسم 2004 2005، من 15 سنه ما فيش فريق حقق الانجاز دوت، انه فاز او جاب الفوز رايح جاي غير الاهلي في 2000 والنهارده 2020 21. فالنهارده ده انجاز تاريخي بالارقام يحسب للنادي الاهلي من 15 سنة. وعلى فكرة من 15 سنة كان الأهلي برضو والزمالك كان رايح جاي برضو، وكان الأهلي هو اللي محقق الرقم تمام. ده هو يعني ما فيش شك، يعني النتائج والأداء زي ما قلنا طبعا ادونا أمل كبير، بس طبعا البطولة ليها حسابات أخرى، ولازم يكون نفس التركيز ونفس الأهمية ونفس الروح ونفس الإصرار. حاطين هدف قدامنا الحصول على البطولة. يمكن ليا أصدقاء، يمكن حتى يمكن كنت متخوف أقول لهم مبروك، أنا يعني عايز يعني بقاش في نوع من خلاص إن إحنا في ارتخاء شوية، أو بقى أنت عارف حضرتك بعد النتائج الجيدة وحضرتك ممكن يحصل نوع من الإهمال شوية، فترة تأثر علينا في الفترة اللي بعدها. لا يعني بعتقد ده، ودي الحمد لله مش موجودة عندنا، دايما النادي الأهلي بيسعى للبطولة، ودايما الهدف دوت بيبقى هدف من الجهاز الفني، من اللاعبين، مجلس الاداره، من الجماهير، ففي توحد كلنا على الحصول على البطوله، والهدف دايما بيبقى واحد. قد يكون يمكن اللعيبه ما عندهاش طموح بتاع في نادي معين بيوصل لفاينل او قرب انه يحصل على بطوله، لو الحاجات دي مش متوفره بشكل جماعي عند كل العناصر اللي بتكون الفريق والمسؤولين على الفريق، سواء مجلس اداره او جهاز فني، اللاعبين، طموح اللاعبين. فالحمد لله دايما النادي الاهلي دي بتبقى متوفره، واعتقد دي متوفره من زمان يا كابتن. وزي ما حضرتك بتقول الاهلي دايما بيدور على البطوله، وما بيدورش بس على البطوله. احنا خدنا بطوله الدوري وكان ناقص 6 اسابيع، لكن النادي الاهلي كان بيكسب وعنده تارجت او هدف تحقيق الارقام القياسيه.